أعلى نسبة تعاسة وأقل نسبة طلاق منذ 53 عاماً، والسبب اقتصادي هنا بريطانيا. بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية كشفت أن نسبة الذين يعبرون عن عدم سعادتهم على الإطلاق بعلاقاتهم الزوجية ارتفعت إلى 6% في عام 2022، وهي أعلى نسبة منذ عام 2014، فيما ارتفعت نسبة غير السعداء إلى حد ما إلى 7.5% ارتفاعاً من 4.5% تقريباً عام 2010. وفي المقابل انخفضت نسبة السعداء والسعداء جداً من 57% عام 2021 إلى 53% في عام 2022. ومع ذلك ورغم التعاسة يضطر الأزواج للعيش معاً. إذا انخفض عدد حالات الطلاق بنسبة 30% على أساس سنوي إلى نحو 80,000 حالة في عام 2022، وسبب تراجع خيار الانفصال قد يشكل المفاجأة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن تضخم تكلفة شراء أو استئجار منزل بات عائقاً أمام قرار الطلاق بحسب بلومبرغ، في حين أن أسعار الرهن العقاري المرتفعة تجعل شراء منزل مهمة مستحيلة. كما يرجئ بعض الأزواج التعساء الراغبين بالطلاق طرح منزلهم ذات الملكية المشتركة للبيع خوفاً من البيع بخسارة، ويترصدون الوقت المناسب لجني المزيد من المال الذي سيتم تقسيمه بين الطرفين وشراء سكن جديد لكل واحد.